كما وصل معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى مملكة البحرين يوم أمس، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 18 لمؤتمر حوار الملامة، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وسعادة الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.